دكتور دكتور فرصة ان انت معانا. في مأساة كبيرة جدا بيعاني منها اولادنا الصغيرين اللي بيبتدوا رياضة. انا بتكلم على الرياضة كجنرال كصورة عامة ازاي نصنع بطل. بيعانوا من نقص الثقة بالنفس. تمام. اولا نقص الثقة بالنفس ده انا معرفش هل الثقة بالنفس دي هو بيتولد بيها ولا دي حاجة مكتسبة. والنبي يا دكتور ادينا كده محاضرة للسادة المشاهدين ازاي كل اب وام يعلوا الحتة دي عند ولاده. يا عيني عليك ده كلام جميل قوي. كنا زمان فاكرين الثقة بالنفس مكتسبة. اسف موهبة بيها. يتولد بيها. اقول لك الواد ده ما شاء الله عليه واثق في نفسه كده. قص شقة. لا خالص. طلع مش كده خالص بقى. فعلا. ثقة بنفسه معادلة. لا قول لي بقى المعادلة. المعادلة. ثقة بالنفس تساوي. حضرتك سجلها عندك دي مهمة قوي. الخبرة بسط على الموقف مقام. يعني يعني الخبرة فوق والمقام تحت. الخبرة فوق. الخبرة فوق وتحت. الخبرة فوق والموقف تحت. والموقف تحت. كويس. لو البسط عالي عندي في المعادله الولد ده واثق في نفسه جدا. لو ايه اللي عالي عندي؟ البسط عالي. البسط اللي هو بالظبط اللي هو بالظبط الخبره لو زادت الخبره الموقف ده عدى عليا 37 مره. لو الخبره زادت على الموقف الخبره تعمل اربع خمس بنت الثقه. حلو كده. الثقه بالنفس بقت اضعف اضعف. ولو الموقف عالي عن الخبره الثقه بنفسي بتبقى مهزوزه جدا. ان شاء الله سعادتك تكون يعني جاهز. تاني بص اعزائي المشاهدين الكلام اللي بيتقال ده والله صدقوني الحمد لله ده يعني بنشكر الدكتور عليه وده كان انفراد فعلا لبرنامج الابطال. الثقه بالنفس لكل ولي امر والدكتور لسه بيقولها هي عباره عن الخبره معادله عباره عن الخبره على الموقف. لو عندك خبرات كتير وقصاد الموقف فالثقه بنفس بتعلى. لو الموقف اكبر من خبرتك لا ثقتك بنفسك اقل. طب ازود الخبره ازاي؟ اوكي. الثقه بالنفس مرتبطه بالمهاره. يعني الثقه إيه؟ بنفس ليها معادله كده مع المهاره. المهاره دي معادله ثانيه. طبعا. طيب ايه هي معادله مع المهاره. لو كانت الثقه بالنفس اعلى من المهاره يبقى هتتهد بسرعه جدا. لو الثقه بالنفس اعلى من المهاره لو الثقه بالنفس بسط والمهاره مقام عليك العوض. ليه بقى؟ الثقه بالنفس تمنحك الجرأه على دخول السباق. تمام. أنا عندي ثقة أنا داخل 100 متر لبس محترم وفخامة وبابا وماما جايبيني مش كده ولابس ستارز الحاجات الجامدة دي والتاني معلش أنا آسف حافي جايب بنطلون بيجامة بس عنده مهارة. لا عنده مهارة عنده الثقة عنده الثقة فبتاع المهارة تقول له إيه؟ تخش السباق يقول لك إيه؟ لا أنا خايف أنا خايف أصل بص الأشكال تخض لابسين أحسن مني لا كله بقى أشكال تخض جامدة جدا ده أقوى مني أقوى فخايف أدخل. الثقة بالنفس تمنحك الجرأة على دخول السباق. المهارة تمنحك القدرة على الفوز بالسباق. الله ده حوار وده حوار. طب سؤال بقى يا دكتور لو بس انا عايز اكمل لك حاجة ايوه انا اكمل ما انا عارف حضرتك هتوصل ايه دخلوا الملعب مع بعض. تمام. اول خمس ست خطوات اللي لابس شياكة ده هو اللي عمل النقلة بالثقة. الثقة بالنفس. بس الواد التاني بقى اول ما دخل الجيم سخن طيارة سبقه كتير قوي عدى بكتير قوي. بس هون طيب الواد بقى اللي كان داخل بثقة جامدة ده اتهدد كل الثقة ليه؟ يقول لك يا نهار ابيض ده الواد اللي جاي حافي ده ما سيبني. عندوش ايه ده ده متمرن فين ولا راحت كل الثقه بنفس الثانيه. يبقى لازم اطمن انا ان المهاره تكون بسط ما تكونش مقام. مهارتي العاليه تبقى هتخليني انا مع الوقت ثقتي بنفسي يعني اللي هو بقى الحافي اللي كسب السباق ده تصور انت بقى السباقات الجايه هيبقى نجم النجوم ثقته بنفسه عليت عشان المهاره. احنا كلنا بنلعب الجيم ده مع بعض. خطير قوي ان انا ادعم ثقه بالنفس من غير ما ادعم من المهاره. انا بعلي كل ما اخسر ثقته تتهد ويتهد بقى الولد يتهز جدا. فانا لازم امن ان مهارته هي اللي بتعمل البالانس. يعني نقول للساده المشاهدين اللي بيلعبوا اولادهم رياضه ونفسه يشوف ابنه بطل اولمبي لازم يمشي في الطريقين. طبعا لازم طبعاً. يعلي مهارته ويعلمه الفنيات بتاعت اللعبه كويس قوي وفي نفس الوقت يخلي ثقته بنفسه عاليه. بس طبعاً. ثقته بنفسه عاليه هتيجي على المهاره. ايوه هيخلي المهاره دايما بسط. كل ما تعلى المهارة فوق كل ما مستوى الثقة يعلى والعكس صحيح.